أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يعد المرجئة كفار؟ وهل من لم يخرج غير المصلي عن من الإسلام يكون مرجئاً؟ المرجئة ليسوا سواء، أشدهم الجهم بن صفوان، وهذا كفره كثير من العلماء، ليس في هذه المقالة فحسب، بل في مقالات كثيرة كفروه، ومنهم الأشاعرة ومنهم الحنفية، لا يكفرون، هذا خطأ، ولكن لا يكفرون في هذا، نعم، لكن يقال هذا خطأ وضلال، نعم.